يعني الثقب الأسود ده يمكن سر من أسرار الكون اللي الناس كلها نفسها تعرف إيه هو وعبارة عن إيه وبيعمل إيه، وهل فعلا الأخبار اللي بتطلع ده إن هيتم بلع الأرض والكلام اللي بيحصل ده هيبقى حقيقة ولا إيه؟ خلونا نشوف تفاصيل أكتر من الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك وجميع المشاهدين ومصر كلها. يعني خلينا بقى نرد على كل الإشاعات، حضرتك تقول لنا يعني بسؤال واضح وصريح، إيه هو الثقب الأسود؟ تمام، بداية كده احنا عندنا مجموعة من التساؤلات المتعلقة بنشأة الكون وموقعنا كالبشر عايشين على الأرض ضمن المجموعة الشمسية اللي هي واحدة من 200 مليار مجموعة نجمية داخل درب التبانة، اللي درب التبانة برضو زي ما حضرتك تفضلتي نقطة من هذا الكون العميق. الكون ده بيتمدد بينكمش، مقربين للنهاية، لا لسه قدامنا وقت كتير، أسئلة كتيرة العالم كله وخاصة علماء الفلك والمراصد الفلكية بيحاولوا يجدوا إجابات على هذا، ومن هذا المنطلق بدأ العالم كله يتعاون من خلال المراصد، يمكن المرصد الشهير أو الأكبر حتى الآن مرصد الرادياوي وما يطلق عليه ايفنت هورايزون تلسكوب، ده مجموعة من تعاون من المراصد من أسبانيا، نيوزيلندا، أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وحتى القطب الجنوبي، التعاون علشان التقاط أكبر وأعمق وأبعد صور لهذا الكون. 2017 أعلنوا على هذا الجسم الأسود والذي كان أول محاولة لاكتشاف هذا الثقب. في 2019 الصورة كانت أوضح شوية واتضح فعلا زي ما التقرير أشار في مجرة تانية خارج غير مجرة درب التبانة اللي هي M87. الصورة اللي تم التقاطها مؤخرا بعد تضافر الجهود أثبتت أن هذا الثقب موجود في مجرة درب التبانة، المجرة بتاعتنا، وبيبعد حوالي 26 مليار سنة ضوئية. بالمناسبة احنا عندنا تلسكوب فلكي في مصر في القطامية من سنة 54 وده بيوصل لحوالي 23 مليون سنة ضوئية داخل المجرة بتاعتنا، ودي الجهود اللي احنا بنتعاون حاليا لإنشاء مرصد أكبر عشان نوصل لأعماق أكبر ونساعد في إجابات على هذا على هذه الأسئلة المتكررة. قصة الثقب الأسود ودي أحد التنبؤات اللي اتكلم عليها ألبرت أينشتاين في نظرية الجاذبية من القرن الماضي. حاليا الاكتشافات دي بتؤكد نظرية الجاذبية وان هذا الثقب الأسود بيعمل توازن في مركز المجرة مش ابتلاع المجرة زي ما عديد من الشائعات بتقول، وان المجرة هيتم التهامها داخل هذا الثقب اطلاقا. البيانات كان هو دكتور هي كثير من الظواهر الفلكية تحديدا بترتبط بشائعات زي ما حضرتك ذكرت او قالت كمان بسنت اللي هو هيتم التهاب الكره الارضيه، نهايه العالم هتبقى يوم الخميس الظهر والحاجات اللي احنا بنسمعها على طول دي. يعني ايه السبب وراء هذه الشائعات؟ هل نقص المعلومه وليه دايما في لغز وطلاسم حوالين الثقب الاسود؟ الشائعات طبعا اسبابها او حيثيات وراها كتير، اولا ضعف المعلومات العلميه عند المجتمع، ده دور بنقوم بيه، وطبعا بنشكر حضرتك كل وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه في مصر لتوضيح الصور او توضيح الحقائق. الحاجه الثانيه طبعا الفتره الاخيره يمكن مع انتشار جائحه كورونا ومشاكل كثيره، غلق مساجد وكنائس، بدا اصبح كثير من العامه والبسطاء يعتقدوا وراء تلك الشائعات ان خلاص نهايه الكون. قد تكون بعض الجهات اللي لها مصالح واجندات بيروجوا لبعض الحاجات لجذب انتباه العامة تجاه صحيح. أراء معينة أو اتجاهات معينة، لكن احنا يهمنا الحقائق العلمية ودي دايما بنوضحها. الكون ممتد، في حاجات كتيرة لم تكتشف بعد، العالم كله في سباق، ممكن قلنا ايفنت هورايزون تلسكوب ده واحد من أكبر التلسكوبات الراديوية. نهاية السنة الماضية حضرتك تتذكروا تعاونت أكثر من وكالة فضاء الفرنسية مع الكندية مع الأمريكية وأطلقوا جيمس ويب أكبر تلسكوب فضائي. دول كثيرة، الإمارات شقيقة كانت من سنة وشوية أطلقت مسبار الأمل لاكتشاف المريخ. كل دي جهود بتحاول فهم عمق الكون. ويمكن سؤال أهم تاني، هل هناك حياة خارج الأرض
وده برضو احد الاسئله والشائعات اللي بتتراوح بين حين واخر، هل هناك كائنات فضائيه؟ هل هناك بيئه تسمح لحياه ادميه خارج الارض؟ كل دي اسئله ما زالت الاجابات عليها لم تتاكد بعد، ودي الاجابات زي صوره الثقب الاسود اللي تم التقاطها مؤخرا. وكل دي اسئله بتحط مجهود كبير عليكم يا دكتور كمان في الحقيقه، يعني بس انت كل دي جهود مطلوبه من حضراتكم دكتور جاد القاضي، يعني اكيد بننتظر مزيد من الجهود علشان خاطر والمعلومات عشان خاطر نقدر ان احنا نفك هذه الطلاسم. دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكيه، بنشكرك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.